Hello, my dear students, how are you? Today, inshallah, we are going to learn new grammar. اللي هي grammar الوحدة الثانية يا تاني اللي هي قاعدتنا اليوم إن شاء الله رح ناخدها عن these are وعن those are. عنا these will are, these are, those are هدول يا تاني بنستخدمهم مع الجمع. إذن بالحصة اللي فاتت أخذنا عن this is a with that is a إنه هدول بنستخدمهم عن المفرد. اليوم إحنا عنا قاعدتنا عن these are وعن those are. إذن قاعدتنا عن these are وعن those are. إحنا يا مس لازم نعرف إنه دائما مثل ما حكيت لك الحصة اللي فاتت إنه عنا ال is بنستخدمها مع المفرد, ال are عنا نستخدمها مع الجمع. رح نبلش في these are اللي هي مس نقوم باستخدامها مع الجمع القريب, نقوم باستخدامها مع الجمع القريب. يعني مثلا بدي أحكي عن مجموعة من الزهور جنبي بحكي these are flowers طبعا. طيب إذا عندنا example these are trees, طلع هي مجموعة من الشجر. طبعا يمس كلمة trees طلع شو اللي بميز عنا إنه هاي فيها جمع, في عنا اللي هي أس الجمع يلي موجودة في آخرها. إذا إحنا عشان نميز إنه في إحنا عنا جمع أو مفرد, أول إشي من شغلتين, إذا كان في مفرد بيكون في حرف الأ, إذا كان جمع بيكون عنا حرف الأس موجود في الاسم. Number two example الثاني these are red flowers. إذا عنا مجموعة بحكي إنه هاي مجموعة من الوردات الحمراء. طيب نكمل those are نقوم باستخدامها للجمع البعيد. إذا عنا those are نقوم باستخدامها للجمع البعيد, يعني بدك تحكي مثلا عن مجموعة من الطلاب بعاد عنك those are students. تمام يا تالي يا رابع يا تاني عفوا. إذا عنا example those are black horses, هدول أحسن سود. السكند وان عنا الإكزامبل الثاني those are white ducks, هدول بطات بيضة. هيو حطيت لك أنا يمس معلومة للتمييز بين الاسم المفرد والاسم الجمع, يعني بين المفرد والجمع عشان نعرف شو بدنا نستخدم. If this is a with that is a ولا if those are with these are. يوجد في نهاية الاسم أس الجمع, إذا في عنا بالاسم بيكون أس الجمع. مثلا عنا كلمة duck معناها بطة, ducks بطات. طيب شو أنا عملت؟ حطيت في آخرها اللي هي يامس أس الجمع اللي هي أس الجمع. Number two عندنا horse, صار الجمع منها horses حصان أحسنة. Number three tree شجرة, trees أشجار. Number four bird عصفور, bird عصافير. The last one عندنا كلمة rabbit اللي هو أرنب, rabbits أرانب. طيب هلأ واللي عمل سؤال عليهم اللي هم على those are with these are, نقوم بعملية عكسية بين those with these والare. مش هناك كنا نعكس بين this with that والis, هون نعكس بين those with these والare. بنعمل نحكي are those black horses, هدول حصانات سود. Number two are these white ducks, هدول بطات بيضة. والجواب بيكون عليهم يا تاني يا إما yes they are أو no they aren't. تمام يا تاني, القاعدة جدا 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 حلوة, لكن إحنا بدنا نعرف نميز بين المفرد وبين الجمع. المفرد يا تاني اللي هو singular إحنا بنقوم باستخدام this with that, مع الجمع إحنا بنقوم باستخدام this with those مع. طبعا في كمان شغلة إنه بس نشوف إحنا الإز بنعرف إنه في عنا مفرد, وبس نشوف الآر بنعرف إنه إحنا عنا جمع يا تاني. Have a nice day and see you Sunday إن شاء الله.